تحدينا على دروب الازمان ونطول بالاحمق عرف المعاني. الكابتن طارق احد نجوم فريق الراقي بعد انتصارهم المهم اليوم بخمسه اهداف مقابل هدف وحيد يتاهلون بالمركز الاول بفارق الاهداف على حساب فريق العين هو الاخر تاهل. كابتن طارق كلمنا عن مباراتكم اليوم والانتصار اللي استطعتوا ان تاتون به. وجينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على كل حال. طبعا احنا جينا هذه المباراه يعني نفوز يعني بنكون خارج تصفيات يعني فجينا مركزين الحمد لله الشباب كلهم قدموا مباراه حلوه واهدي هذا الفوز لاخوي طلال المجرشي وأخوي يعقوب وأخوي كمال الطميحي والكوتش عيسى ومنصور الطميحي ونقول إن شاء الله في المباراة الجاية نكون أحسن وأحسن إن شاء الله. كابتن طارق بعد خسارة شباب سوريا لأنهم تعادلين معاهم ثلاث نقاط هل قل الضغط نوعا ما عليكم أنكم تقدموا مباراة أحلى اليوم؟ والله أبد أنا أصلا جيت المباراة مخلصة فجيت على طول جاي أني فكري أفوز أول شيء بعدين أضرب الحساب المباراة الجاية. اليوم ما شاء الله نشوف لك تصنع نشوف لك تسجل ونشوف مبدع لي في هذه المباراة. والله أبد بس المباراة اللي راحت كان ضعف اللياقة الحمد لله الحين بدينا نرجع شوي. طيب شو تقولون حق القائبين اليوم اللي ما غير متواجدين معاكم شو تقولون لهم في هذه المباراة وماذا توعدون لجمهوركم في المباراة القادمة؟ أول شيء اللي متواجدين معنا إن شاء الله المباراة الجاية بيكونوا موجودين عندهم ظروف خاصة وإن شاء الله المباراة الجاية بكون أحسن وأحسن إن شاء الله. شكرا لك وألف ألف مبروك. يا الله يبارك فيك حبيبي. شكرا لك. شكرا لك. إذن كابتن طارق الزول أحد نجوم فريق الراقي انتهت مباراتهم اليوم بانتصارهم بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد على حساب فريق العين يتأهلون بالمركز الأول وفريق العين المركز الثاني. ناخذ جانب الآن من فريق العين. نرسم مع الأخلاق معنا الرياضة والمعرفة نبرز بين الليالي في كل ساحة التحدي ريادة نبنيها بالأخلاق وأغلى شهادة.